انت جزائريه اختي لؤي، باش ندوزوا بسرعه الموضوع. انت جزائريه؟ ايه جزائريه، وانا نهضر الحق. الصحراء الغربيه مغربيه، ايه تغطوا الشمس بالغربان، واش دخلكم؟ اوكي وتحيا لبالك وعاش المالك. اخوان سمع واحد السيده ملوك عطات العصير وقالت الواقع الهوكي، ما قال له وادل. الاخوان كمل الفيديو تسمع هوكيه بألف رجل، بألف رجل الاخوان، بألف رجل سالينا. ما عمرش شي واحد من هوك تجرأ ويقال هاد الهضره وهو عايش في الهوك مستغانم ولا جو سي با. اسمع كمل الفيديو يا اخوان كمل. شكرا لؤي، تبارك الله عليك. واش بصح عندكم مشكل الماء لؤي؟ قبل قالت لك هذا الشهر يا اخوان. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم الاخوان غادي نشوفوا واحد المراه اللي حره من هوك في الهوك بحد ذاتها، يعني عايشة تما واش ما عرفش واش مستغانم ولا وهران ولا، وخرجت في واحد اللايف وقالت هضرة الحق وهضرة المعقول اللي ما عمرنا شفنا شي هوك كيخرج وقال هاد الهضرة هادي وبهاد الشجاعة وبهاد الجرأة، وحطات الواقع الهوكي باختصار، ما خلات لي ما نقول صراحة في هاد اللايف هذا. تحياتي لهاد السيدة الحرة الشجاعة اللي مرأة بألف رجل، تحياتي لها اللي هي مرأة هوكية حرة، تحياتي لها. وانا بالدوري كنعطيها التحية على هاد الشجاعة اللي قالت. كملوا الفيديو الاخوان، تحياتي للناس اللي كتفرجوا الفيديو اول مرة، ما ينساوش يديروا لنا لايك ويتابونوا معنا، مرحبا بهم في لاشين. ونكملوا الفيديو الاخوان. غادي نديكم اسرع قطار في قارة شمال افريقيا، اللي كيطراني في سكة الحديد تاع التران تاع وهران. هذا اسرع قطار في قارة شمال افريقيا، هذا سو تي جي بي لو تيران غرو فيتيس. هذا التران سرعه تاع 56 كيلومتر في الساعه، وال جي اورو يديرها في مام با 5 سوايع. حاجه شابه اللي فيه مام بوبال، وكاين حاجه يا ربي باينه غير من البوبال. شحال قال لك كيجري؟ شحال قال لك كيجري الاخوان؟ شحال شحال؟ مام با 5 سوايع. لا بلاتي لو تيران غرو فيتيس. هذا التران سرعه تاع 650 كيلومتر في الساعه، قال لك 650 كيلومتر في الساعة. اوكي دخلنا عليكم بالله، واش هادي حالة تران غيجري 650 كيلومتر في الساعة؟ يا رب. مام بوبال، وكاين حاجة أخرى تاني، كاين بريز هنايا تنجم في بلاصي تيليفزيون تفرج، تنجم في بلاصي. شو البريز كي داير؟ شو البريز بعدا كي داير؟ شو هادشي كيبان الماتيريال باش مصايب؟ ما على المال الإخوان، راه راكب في البريمير كلاس، في البريمير كلاس ديال هاد التران اللي قاس كيفتخرنا به، راه راك في البريمير كلاس الاخوان. شوفوا البريمير كلاس لا ماتيريال ولا ماتيغ باش مصايب. شوف هنايا تنجم في بلاصي تيليفزيون تفرج، تنجم في بلاصي اكس بوكس بلاي ستيشن تيليفزيون شارجي تاع التليفون تاعك، ولا في ما نحكيلكش لا في عندهم اون في. انا كنجزم على ان داك البريز والله ما خدام، ونحلف عليها ونتحدى انه يشارجي التليفون تما ويبان لا باتري ديال التليفون كتشارجا. كنتحدى على ان داك البريز ما خدامش. وانتم الاخوان شنو كتقولوا؟ انا كنقول البريز ما خدامش. دي شو الاخوان البريمير كلاس كيدير؟ شو الكوسينات كيدير؟ لا ما جا لي مؤرد. ديجا شفنا الاخوان التران تي جي في، شفنا البريمير كلاس وشفنا لي كومبارتيمون اللي عاديين وشفنا الفرق. كيبان لكم فرق شاسع؟ شوف اون في مانيفيك خويا، غادي نديكم اسرع قطار في ودي. ما كاين لا مانيفيك لا والو، وحق الله راه على مجال للمقارنه. جماعه رانا في مستشفى عبد القادر الحسني سيدي بلعباس، بغينا نقول لكم الوجبه تاع مريض السكر. ما شاء الله، شوف شوف ما شاء الله، عندي كنايه كبده تاع دجاج، كبده تاع دجاج ما شاء الله. وريهم الكبده تاع البلد هذه، الله اعلم لا ورق شفاف راهم دايرينها، ماشي تاكلو. لا وريهم الكبده تاع البلد هاي. شوف 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 اخوتي القد كي داير خامش الديسير، هذا الديسير خامش جماعه. هذاك القوق هذاك اللي وراه من هنايا، هذه قال لك وجبه ديال واحد عنده السكر، هذا من الشغل بغاو يزيدوا السكر. بغاو يزيدوا السكر باش يزيدوا منه. عندنا مريض، عندنا مريض حاشا ولينا نعمة ربي، باسكو هذه ما يقدش ياكلها انسان. عرفت شنو قطي ياكلها اخي؟ شوف عطيها قط، شو قال لك ياكلها قط؟ قط خوتي والله ما بغا ياكل. سبحان الله والله ما بغا ياكل. وقط ما بغاش ياكلها، سمعتو كيدير لا يشم فيها ويدير داك ما واش هادشي هادشي عاطيني ماشي حشومه عليك، مش بنت لك حيوان وحقرتيني. شوف شوف
سبحان الله والله ما بغا ياكل. شكرا. واش راه القط عنده عقل؟ قط ما رضاش، قط بغا يدير احتجاج على هاد الماكله هادي، وحنا كنشوفوا ان الناس كي فيهم السكر مساكن كياكلوها. قط واحتج، قط وما رضاش ياكل داك الماكله هادي. واللي ما عاش في الجزائر الجديده تحشات له واخا حنا قاعدين والبحر جانا توال دار. ربي يبارك تبارك الله. يا سيدي ما شاء الله سيدي، نروح انا للبحر ونخسر دراهم ينو غريت توال دار بعد. رانا ساكنين اخوتي، حنا رانا ساكنين في باتنا، عندي سكنه ربي يبارك في شط البحر بعد الجزيره ربي يبارك. يا سيدي شط خضر ربي يبارك. خلي يا سيدي شو يديروا صلاه الاستسقاء وما ما عندهمش منين تحسيه. هذا قال لهم انا عمري شفت البحر حتى لقيت البحر حدايا. وشو تبارك الله، راه ربي الا بغى لك شي حاجه راه بغى لك. البلوزه الوجديه خخخ باغيني نوليو جزائريات بالسيم. ما سحبنيش بالله نتوما كاع لهالدرجه تخيفاني عزيزي عليكم الضحك. صبرينا نصايب البلوزه الوجديه طبعا تاع جداتي، هذا راه موديل قديم. الا جيت نوريك يا اختي الموديل الجديد نتاع البلايز الوجديه. تبقاي حلف امك حبيبه. انتي باينه زرقاء في الماط، انتي باينه زرقاء في الماط اختي. من جبتي هاد المعادله؟ واش عباد الله مغربيه؟ مغربيه غير الكلمه بوحدها تعطيك الكبار. باغا تولي اي 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 لا مازال لي المقارنه. هاد المعادله، هاد المعادله لا تساوي، هاد المعادله غتخرجك غير في الحيط. سيري يا ماما، سيري سيري يا ماما، كولي بانانا وشربي كاس ديال الحليب راه فيه البروتين. لا انت راه وليتي. اي نسيت نسيت نسيت، سمحي لي يا جارتي، سمحي لي يا جارتي، سمحي لي، حقك عليا يا جارتي. انا 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 عارفه ما عندكمش الحليب، انا غادي نجيب لحبيبتي واحد الشكاره ديال الحليب مع واحد الكيلو ديال البانان. مشى الله تقعدي قليبك، ترخى ناقصينك الفيتامينات. كتعرفي بعدا شنو هو البانان؟ تعرفي ما تعرفوش؟ ما تعرفيش؟ ما تعرفيش نصيفط لك التصويره تاكلي شي حاجه ما عرفهاش ما جايه. تعرفي الحليب والبانان؟ ها هي لا تعرف واش مسكين. يلا دوزي بخير. ويا المغيار والله ما نحتو ولا شيء. عطاها العصير وحق الله الا عطاها العصير بال بلوزه جديده هي قال لك باغي يديها. انا غادي نحط هذا الكومونتير هذا حيت هذا هو الكومونتير تقريبا الواحد اللي بان لي شويه محترم. عرفتوا راه ما يمكنش فاش حطيت فيديو ديال البلوزه الوجديه، البلوزه الوجديه اعيد واكرر البلوزه الوجديه، ما يمكنش الاتاكا. انا ما عرفتش بلي زعما حتى لهاد الدرجه، والله ما عرفتش حتى لهاد الدرجه هزين في قلبكم من جهتنا. وحتى لهاد الدرجه ما كتحملوناش، وحتى لهاد الدرجه كنتو كتسناو غير اللحظه اللي بيو 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 تبداو. والله هاودي الله هاودي. انا غادي نعاود نشرح ولكن في خاطر حيت عندي متابعين من الجزائر كيحماقوا عليا وكيتابعوني، وانا كنبغيهم وكيحترموني وكيحترموا داكشي ديالنا. هادشي علاش غادي نجاوب، وغادي نجاوب حيت طبعا قالوا لي جاوبي. بلوزه وهرانيه وفقط بامو صابير. انا ان كي مومينتو انا قلت بالله ما كايناش بلوزه وهرانيه، ان كي مومينتو طبعا مؤكد انا مغربيه كنقول بلا كاينه بلوزه وهرانيه، ولكن اللي ما عارفينش نتوما خوتنا الجزائريين ان كاينه بلوزه وجديه، كاينه بلوزه وجديه بغيتي ولا كرهتو كاينه بلوزه وجديه وكتصنع بالضبط في مدينه وجده. هذه اول حاجه. كاين بعض الناس اش غنقول لكم الله يهديهم بداو كيتمسخروا بلوزه، البلوزه حالتها وبلوزه قديمه وموديل، وشي ناس شي جزائريين كيقول لك هذه كنا غير كنغسلوا بها عند شي كانوا كيخدموا بها الشغالات. يعني نتوما اصلا ما كتحترموش الناس اللي كيخدموا عندكم، والله اصلا كطيحوا من القيمه ديال الشغالات. وشنو هما هاد الشغالات؟ شنو الناس بحالنا بحالهم، هذه اول حاجه. يعني نتوما ما كتحترموش الناس. زيد بزياده انا ما قلتلكمش بلا هاد البلوزه هادي موديل جديد، انا عارفه بلا هادي ماشي موديل جديد، راه كاين كنوريكم البلوزات اللي خرجوا. يلا خرجوا البلوزه الوجديه غتبقاو حالين فمكم، فمكم غادي تبقاو حالين. هادي اول حاجه. ثاني حاجه انا هاد البلوزه قلت لكم ديال ماما بيرو، هي نتا حنا عطاتها لماما، غير انا ديك حنا ما قلتهاش، ما عرف كي صرا لي ما قلتهاش. يعني عارفه بلي هذا موديل قديم. وزيد بزياده انا ساكنه في اسبانيا، يعني انا ما عنديش من نخيط هاد البلوزه ولا من نجيبها. يعني انا بغيت غير نوصل لكم الفكره، كنت باغي نقدم واحد المحتوى زوين. دابا السيده مسكينه وصلت لهم هي الفكره، ندموها لقوا عليها في الكومنتات وكذا. انا بلوزه وجليه سالينا السيده، راه قالت لكم الواقع. ونعرف
في الجهه ديال الشرقيه جهه ديال وجده، وهذه بلوزه وجديه، وطبعا كاين بزاف ديال لي موديل. راه كميه الانتقادات اللي وصلتني راه ما يمكنش ما يمكنش، راه ما فهمتش. انا مغربيه وقلت لكم بلا كاينه بلوزه وهرانيه، ولكن كاينه بلوزه وجديه بغيتو ولا كرهتو؟ هذه هي الحقيقه. اسكي خاصكم تقبلوا، واش نتوما القفطان جزائري، الجبادور جزائريه، الطربو الجزائري، واش نتوما لهاد الدرجه ما عندكمش ثقافه، ما عندكمش تقاليد، ما عندكمش لباس ديالكم؟ عمركم شفتوا شي مغربي ولا مغربيه كيقول لكم الكركاو ديالنا؟ اوبيامين كيما غاديش يقولوها، حيت هما ما خاصهمش. الحمد لله مكتافين بالثقافه ديالنا المغربيه واللباس ديالنا التقليدي المغربي، عاجبنا والحمد لله. فري داكشي اللي نتوما خاصكم ديروا، شفتوا راسكم ان ما راضينش بداك اللبسه ديالكم ولا بداك السروال القندريسي ولا بداك الجيلي ولا دبروا سيروا لويس. الله لا لا الحوايج ديال الريد الكوباس. والله العظيم اخوان شغنقول لكم، غنوريكم فيديو اخر ديال الشباكيه تا هي مشات في خبر، كانت تا هي ولات هوكيه بزاف والله الا بزاف. اليوم راح نديروا البنات مع بعض الشباكيه. البنات بالنسبه لتشكيل الوريدات، يعني كاينه بزاف طرق اللي تشكيل الوريدات، انا خيرتها بطريقه جدا جدا سهله. كسكاس تحتو طبسي باش يقطر لي العسل، العسل كما راكم تشوفوا وجدت صحن درت فيه شويه تاع الجلجلان يكون محمر، راح نقليوه كيما نقليو الكريوش عادي، نقليه نخليه حتى يعني يتحمر يولي صفر مليح، ما تخلوش حتى يتحمر بزاف لانه مع فيه اللوز وفيه الجلجلان. راح كي نعسلوهم ونحطوهم راح يزيد اللون تاعهم يولي داكن اكثر، راح تشوفوا معايا يعني راح نخرجهم صفوره، بصح كي نعسلهم ونحطهم اللون تاعهم راح. كيما قلتيش لنا فين فاش تقلي هذا الشيء؟ واش الزيت؟ الزيت ما كاش، فاش غادي تقلي هذا الشيء؟ يولي داكن. فوالا حنكمل نقلي كامل الكميه كما قلت لكم، نعسلها وهي سخونه، نحطهم في الكسكاس ونرش عليهم شويه تاع الجلجله. هذه هي البنات وصفتنا وشباكيتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون هذه الوصفه عجبتكم، ان شاء الله تجربوها وتنجح لكم وتدعيوا لي معاكم. فوالا البنات في الاخر نقول ما بيتقماش ما بيتقماش، اسمح لي انا اصلا الشباكيه ديال دي الزنقه هي اللي كنفضل ديما على الشباكيه ديال الدار، واخا داك الشباكيه ديال الدار بزاف ديال الديوار اللي كيصايبوها زوينه، ولكن هي زوينه ولكن انا كنفضل اللي كتباع في الزنقه هي كتجيني احسن، واخا كيكون كيقول لك الزيت راه معاود وهادي، ولكن انا كنشوف البنه اخويا. المهم قال لك اخر ما طفت الشباكيه تا هي ديالها، حول ولا قوه الا بالله. فين هو الزيت بعدا باش غادي تقلع هاد الشباكيه؟ خصك تورينا الزيت بعدا، غنشوف الزيت بعدا ما كاع ما شفناه، راه غايدعيوها الا شافوها كتقلي هاد الزيت هاد الكميه الزيت. العسل، العسل كيما راكم تشوفوا وجدت صحن حاد قالت المغربيات، واش ولا حنا كاع الناس اللي نورمال مو راجل ولا امراه كتشوف عندهم الشباكيه كتلقاوه كيقلي الشباكيه في واحد الكميه الزيت اللي كبيره، الشباكيه كتعوم تما، شوف شحال ديال الزيت هي دايره، شوف طبسي باش يقطر لي العسل. العسل كيما راكم تشوفوا وجدت قطره ديال الزيت، ما كاملاش 4 ايطرو ديال الزيت باش كتقلي في هاد الشباكيه، ما كافيش الشباكيه راه خاصها الزيت بزاف باش عاد تقول واش هاد الشباكيه ديالي ولا ماشي ديالي. با 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 32 درهم عند تجار التقسيط تاع العدس، واخا سيدي وهذه هي التكنولوجيا اللي فايتين بها الجزائر، العدس يتباع بالتقسيط في المغرب، هذه هي العياشي. طب هو المغرب متفوق في شو دابا هو كيهضر على العدس ياك، واش جاب عياشين؟ شوف اصاحبي الدصاره، وحق الله الا الدصاره لا مستوى لا هضره لا عياش، حول ولا قوه الا بالله. التكنولوجيا على الجزائر اكيد وعلى دول كتير تانية، يعني احنا مش حاطين الجزائر منافس، بس المغرب متفوق على دول كتير تانية في التكنولوجيا، ايه علاقه ده بالعدس؟ يعني انت كوكب لالا ما اثر عليك، انت اكيد اتعلمت في مدرسه في كوكب لالا، يعني ما علاقه انه المغرب متفوق في التكنولوجيا بالعدس؟ انا مش عارف. وبعدين اهو على الاقل المغرب عنده عدس وعنده فاصوليا وعنده بنان وعنده لحمه وعنده فراخ، عنده الحمد لله، ما انا رحت الحمد لله وكلت في بيوتهم، يعني عندهم الحمد لله كل حاجه، يعني الخير موجود صراحه، بلد مليان خير المغرب، ولكن انت سبت ده وبتقول العدس عندكم بتباع بالتقسيط،
طب فين بقى التكنولوجيا؟ انا مش عارف ايه، هو احنا بنحط التكنولوجيا في العربيات ولا ايه؟ مش لسه مش فاهمك، لسه مش فاهم انت عايز تقول لنا ايه. كمل يا حبيبي عشان نفهم، كمل. وزيد عندك الوجه، وجهك صحيح، وجيت تكتب لي في التعليقات العدس الطوابير واخا سيدي. وش هو الملف باش تدي كيلو عدس بالتقسيط في المغرب؟ هو الغريب انه هنا قال هنا ملف، هنا ملف الاخوان. سير عند البقال وديت 20,000 كيلو ديال القطاني، ما كاينش مين كيجيب هاد الهضره هادي، ما فهمتش كيفاش الملف صافط الوقيلة داك مشو نتسجلو ولا ما عرفتش بحال الوقيلة قال المغرب. تحياتي لهاد المصر هذا، شوف كيبغي المغرب، شوف السلسله اللي دايره الاخوان، شوف الصحراء مغربيه يعني. ما قالش المغرب، ما علينا من ده، بس ما هو انت عندك طوابير يعني. هل احنا بنقول حاجه مش صح؟ انتوا بتقولوا لنا كمصري يا ابني فيفي عبده، وانت بلدك مليانه هشك بشك. انت بتقول للمغاربه يا اللي بناتكو بناتكو، وانت بلدك مليانه هشك بشك. انت بتقول للمصريين يا اكلين الفول، وانت بلدك مليانه طوابير مش لاقيين الفول يعني، اساسا مش لاقيين الفول يعني. واحد في بلده مش لاقي الفول، ولا لاقي الرز، ولا لاقي العدس، ولا لاقي الفاصوليا، ولا لاقي الحليب، ولا لاقي البنان، وبعايرنا. فطبيعي ان احنا نطلع نرد عليك. انا بقى هخلي المغرب يردوا على جزئيه ايه، العدس بالقسط والكلام ده، عشان بصراحه انا لما رحت المغرب انا ما شفتش حاجه يعني اكل بالقسط خالص. والله الا ما اسمي كيجيبوا هاد الهضره، واش كيقولوا لهم كيتيقوها؟ واش الاخوان شهدوا بالحق؟ واش والله الا سير صاحبي شري الملاير المقنطره ديال القطاني الى عندك انت داك الجهد باش تشري داك الاخر، سير شري مع راسك، كلشي موجود، سير لي سوبر مارشي بلا ما نقول. ما فهمتش كيكذبوا عليهم وكيتشاقوا واقيلا، ولا كيجبدوا ولا كيحلموا ولا كيقولوا كاين ناس وكيفيقوا كيتحط الوقيله راه بحال بحال ولا ما عرفتش. مباشرة من مدينة بومدفع، مدينة سميتها بومدفع. لا عند فلا ما زالت العزمة تاع الحليب، كاع المناطق رحت ليهم، تروح 12 تجيب، الوحدة تجيب، الصباح تجيب، 24 تجيب، يعني الحليب معرم برا. شاد حبة ديدي وهنا في بومدفع راكم تشوفوا لا شاد، هما الصباح ما يسمع تاع الصباح هما دايرين لا شاد، حتى هذا وين ما جا الحليب. يوم راه جا بكري مرة مسبعة تاع الصباح هما دايرين لا شاد، غير الرابعة تاع العشية الزوج مرة مر العصر مرة مع المغرب يلحق. كما تشوفوا الله يجيب الخير، ما فهمتش انا علاه كاع المناطق 150 ولاية كاين الحليب تلحق البومدفع مازال. هذا جالس في القواعد ما داش طوابير، ولا كاينه واقيلا شي وحده من العائله ديالو شاده الطابور يمكن. انت جزائريه اختي لؤي؟ باش ندوزو بسرعه المهم. انت جزائريه؟ ايه جزائريه، وانا نهضر الحق. الصحراء الغربيه مغربيه، ايه تغطوا الشمس بالغربان، واش دخلكم؟ اوكي وتحيا لبالك وعاش المالك. اخوان سمع واحد السيده ملوك عطات العصير وقالت الواقع الهوكي، ما قال لوادل الاخوان. كمل الفيديو تسمع هكية بألف رجل، بألف رجل الاخوان، بألف رجل سالينا. ما عمر شفنا شي واحد من هوك تجرأ ويقال هاد الهضرة وهو عايش في الهوك مستغانم ولا جو سيبا. سمع كمل الفيديو يا اخوان، كمل. شكرا لؤي، سواك الله عليك. واش بصح عندكم مشكل الماء لؤي؟ قبيل قالت لك انا من الشرق، دوك قول لك انا من نقول لك واحد الكلمه. الماء يجينا، شوف الماء يطلقوه لنا في اسمعني مليح، الماء في العاصمه، انا نهضر لك على العاصمه، يطلقوه نهار ونهار ما كاش، وكاين جوايه يطلقوه لهم غير ربع سوايع، اما الجوايه الولايات الاخرين محقوره بالثلاث ايام بالربع ايام، كاين اللي ما يطلقوا لهمش. التريسيت هي بحينك في الصيف في كانت سخانه في حاسي مسعود وانقطع في حاسي مسعود. نقول لك حاجة، ما كان حتى ترتيب والماء ما كاش، وكي تحب تحفر بير مثلا في ولاية واحدة أخرى ممكن تحفر بير كفلاح، بصح في الجزائر العاصمة والله ما تحفر، خطكش فرنسا، فرنسا راهي قالت لهم ما تحفروش علينا. أوكي أختي. قولوا الحقرة الخدمة ما كاش، قولوا ما تخدموش راقدين، دير الحيرة قولوا دير يم.
قول له دير دير الحيه راك تبون ملي جا عنده 5 سنين قول له واش دار واش دار واش دار قول له ما دار والو قول له لا 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 الكلام هذا ما يمكنش وزيد نقول لك حاجه واحده اخرى الصحراء الغربيه الصحراء الغربيه السيد رضوان الصحراء الغربيه السيد رضوان الداوي باطل ناكل باطل اخوه راه ما كملاش الهضره تقطع حيت السيد اللي مونتا هذا الفيديو راه قالت الصحراء الغربيه مغربيه راه في الكمال هذه الهضره اخوان خصكم خص المهم باش الناس ما يفهموهاش غلط وراه اصلا مغربي رباط نقول له روح ارقد قول له حتى طيح البلاد قول له واش درتوا في بلادكم البنيان البنيان البنيه التحتيه ما كاش البنيان من 1900 من وقت فرنسا عم يطيحوا الباطيمات وما عندهمش حق على انهم يزيدوا يرمموا ولا يديروا شي حاجه من غير واحد الرخصه من فرنسا ما كان حتى والو تعاود تقول باش نختم معاك نجي مناش من مدينه في الجزائر انا من العاصمه من العاصمه الواحد يهضر الحقيقه علاه يكذب عندنا الماء على بالك ولينا كي واحد كيحب يكري دار ولا يشري دار يقولوا عندك ساتيرنا ساتيرنا تعمروا تعمروا في البلكونات ما كاش اللي عنده دراهم ودار ساتيرنا واللي ما عندوش يموت شحال كدير طلع لكم ساتيرنا اختي شحال كطلع لكم لا ساتيرنا فلوس عسنا ساتيرنا نقولوا تاع 1000 لتر هكا 1000 لتر في في دار باش تطلعها باش تخدمها باش تشريها تسقام لك تقريبا 100 دولار 100 دولار 1000 درهم ولا اكثر ولا وخاص قلنا بالدينار شحال راه شي ساك الفلوس ولا 150 دولار شحال كتعمروها لا 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 تتعمر من العين كي تجي العين هاي تتعمر انت ثاني دوك انا الماء ما يجينيش اسمعني مليح دوك انا الماء ما يجينيش الماء يجينا نهار بنهار ولكن بلا سيدي يا اخوان قالت لك مين تجي العين تعمر يعني فابور لا ماشي فابور السيتيرنا كتعمر من واحد السيد اللي كنا شناه كيمشي بواحد الطوموبيل وكيبقى كلاكسون عليهم كيقول لهم هيك الماء جا هيك الماء جا كيخرجوا وكياخذوا كيشريوا الماء من عنده كيقول له واش عندك زبائن عندك كذا هذا الشيء يا اخوان شناه في واحد الفيديو هذا شناه نهار نقولوا اليوم جا نهار السبت اللي ما عندوش ساتيرنا هاو يعمر البيادين واللي حاب يعني يدير حاجه نظيفه ها كيشيل العين تعمر ساتيرنا الريزان ايه كيشيل كيطلقوا الماء ايه شوف كي طلقوا شوف كي طلقوا الماء عندك الساتيرنا تروح تعمر البيادين تاوعك باش دير ريزيرف الغدوه كي يجي الماء اللي عنده ساتيرنا راهي تتعمر من الماء من الروبيني بالك الريزيرف الغدوه هذا الانسان اللي عايش الله الله ها قول له الحقره بارت قول له السبيطار صح السبيطار باطل قول له بصح كي تروح تدير السبيطار يقول لك روح دير لي زاناليز بالدراهم سكانر بالدراهم الراديوات بالدراهم كل حاجه بالدراهم وكيفاش دير عمليه لازم تكون عندك معرفه خويا وتهضر نص كلمه يدك الحبس تفضلي لؤي ناضيه هاد السيده ناضيه الكماله هاد اللقطه هاد ديال هاد الفيديو بالضبط غتكون في فيديو اخر لان باقي اللايف طويل بزاف وغنحاول نقسمه على فيديو اخر ان شاء الله حيت انا كنوصل لاخر ديال الفيديو اخوان نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله بيس الله تهلا